لابد انه المشاهد يعرف انه هناك تمثيل على اعلى مستوى في هذه القمه، لكن بيغيب امير الكويت الشيخ نواف الاحمد، وايضا بيغيب سلطان سلطنه عمان السلطان هيثم بن طارق، وبينوب عنهم يعني تمثيل عالي المستوى. ايضا هناك نائب رئيس دوله الامارات محمد بن راشد. والجولة التي سبقت هذه القمة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، والتي شملت دول عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت، لمحاولة وضع تصور مبدئي قبل انعقاد القمة، ومناقشة جدول الأعمال، ومناقشة كل هذه القضايا الاستراتيجية التي تحدثنا فيها. ثم كان اجتماع وزراء الخارجية الذي شاركت مصر بشكل مباشر كآلية للتشاور، ثم ترتيب لهذه القمة لتكون المخرجات عند المستوى المطلوب. أتصور أنه هناك أيضا تهديدات للمنطقة، سواء من الإرهاب أو من الهجرة غير الشرعية أو من التطورات الديموغرافية الحاصلة في المحيط الإقليمي. أيضا من ضمن المناقشات أنه كيف يمكن مواجهة ومجابهة الإرهاب والأفكار الإرهابية، لأنه دي قضية موجودة يعني بشكل دائم، ولا يمكن مواجهة هذه القضية بشكل منفرد. لا يمكن لأي دولة أن تنجح في مواجهة هذه القضية إلا أن يكون هناك مواجهة إقليمية شاملة لهذه القضية.